السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي في كل مكان. معنا النهاردة محاضرة الإنقاذ السريع، هنلم فيها جرامر أولى ثانوي كاملا بتاع الترم الثاني. هنمشي جملة جملة وهنبسط الموضوع، هنترجم الجملة كاملة وهنشرح ليه اخترنا الاختيار اللي قدامك. بيقول إن مس أماني بتكون ممرضة، الأنسة أماني بتكون ممرضة، لذلك فهي يجب أن تكون مهتمة جدا، لأن دي سمة من سمات الممرضات. فهنا مصد be very caring، من المؤكد ان هي هتكون شخصية مهتمة جدا. هو هنا بيعمل استنتاج. الجملة الثانية بيقول that can't be، ده لا يمكن يكون كتابي لان الكتاب بتاعي في شنطتي. الجملة الثانية بيقول ان منى كانت غايبة من المدرسة امبارح. منى was absent، كلمة absent يعني غائب، absent يعني غائب، يبقى اكيد هي كانت مريضة. خد بالك ان هنا كلمة yesterday بتخلينا عمل استنتاج في الماضي، فعشان كده استعملت must have والتصريف التالت. ممكن تلاقي كلمة been، او في جمل تانية ممكن تلاقي اي تصريف تالت للافعال. Look that is the gold medal، انظر هذه هي الميدالية الذهبية التي. طالما عندنا قبل النقط غير عاقل يبقى هنا على طول هنخش على which او that، التي فاز بها لاعب العاب القوة اللي كسبها يعني في البارالمبيكس. طبعا كلمة بارالمبيكس خليك عارف اللي هي ألعاب القوى للمعاقين. الجملة اللي بعد كده بتقول the customer the shop assistant for some help، يبقى هنا asked يعني طلب، الزبون طلب من البياع اللي في المحل مساعدة. فاطمة أخبرت، يبقى هنا على طول هروح لتولد لأن عندنا her sister دي مفعول، واحنا بنختار told امتى؟ لما يكون عندنا بعد النقط مفعول، اما لو كان عندنا بعد النقط فاعل كنا هنختار said. هي اخبرت اختها ان هي هتروح او كانت راحة المكتب عشان تذاكر. حازم asked he could leave the lesson early. خد بالك لما تلاقي asked، لما تلاقي ايه asked، انت هنا هتربط يا اما بif يا اما بweather يا اما بأداة استفهام. وطبعا خد بالك اوعى يضحك عليك وتختار ويذر، دي معناها طقس، انت هتختار ويذر اللي هي دبليو اتش، تمام كده؟ يبقى لما الاقي اسكد سؤال هربط يا باف يا بويذر يا باداه استفهام، فهنا طبعا الاجابه ويذر. الجمله دي مبني المجهول وزمانها ماضي بسيط، فعلى طول يا ووز يا وير والتصريف الثالث، فعشان كده بيقول مدرسه جديده اتبنت. الجمله اللي بعد كده بيقول يو نقط ميك الاود نويز، نويز ضوضاء ان ذا لايبراري. هنا ممنوع تعمل دوشة، فعشان كده استعملنا كلمة mustn't، وmustn't دي بتستخدم للحظر أو المنع. جملة من جمل F بيقول لو ماجدة did a language course، كانت عملت أو انضمت ل language course، طبعا كورس في اللغة، she would be able to speak، كانت هتقدر تتكلم. طالما في الناحية التانية عندي would، يبقى هنا اختار ماضي بسيط اللي هو هنا did. لما تلاقي what would you do، يبقى برضو would هنا حالة تانية، يبقى برضو هختار تصريف تاني، يبقى هنا had. if your friend had an accident، او صاحبك عمل حادثة. لما تلاقي اسم عاقل وبعد كده فعل وانت مغمض هتختار who، يبقى الشخص اللي بيدرس. لو هي cut her his, if he cut his finger، لو عور صباعه with that knife it would hurt. ونيجي هنا لحتة ذكاء، طب انت عرفت منين يا مستر ان دي حالة تانية فاخترت would والمصدر؟ ما هو الفعل ده اللي هو cut 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 ما بيضيعش. اقول لك يا جميل خد بالك ان هي دي لو كان بعدها مضارع بسيط كانت هي cuts، صح كده؟ طب في اس؟ لا، يبقى الجملة دي ماضي. if I wasn't busy، لو ما كنتش مشغول I would come your party، I would المفروض come to your party، كنت هاجي حفلتك. خد بالك ان الحالة التانية من حالات if بتفترض شيء منافي للحاضر، تمام كده؟ يعني انا دلوقتي مشغول، لانه بيقولوا لو ما كنتش مشغول كنت جيت، فخد بالك هنختار مضارع مش هنختار ماضي، يبقى I am busy. we should learn computer skills، لازم نتعلم، ودي نصيحة تقدر تاخد بيها وتقدر ما تاخدش بيها، فعشان كده should. شريف طلب من والده to give him a lift، انه يوصله للمدرسة لانه كان متأخر. كلمة lift بمعنى توصيلة، وطبعا لها معاني تانية. the lady، المرأة أو السيدة، was taken to hospital، طبعا هي اتخذت للمستشفى في عربية إسعاف بعد الحريقة اللي حصلت امبارح. فهنا الجملة مبني للمجهول، المرأة هنا نائب فاعل أو مفعول زي ما بنقول عندنا.
When the alarm rings, لما الجرس رن أو لما الجرس بيرن بنغادر المبنى. We leave the building. خليك فاكر إن وين ممكن تعمل عمل if في الحالة الصفرية. سامية didn't buy the new dress, ما اشترتش الفستان الجديد until her mother had given. أول ما تلاقي until عندك بيبقى قبلها ماضي بسيط منفي غالبا وبعديها had والتصريف التالت. grandma الجدة usually takes a short nap, من عادتها انها بتاخد تعسيلة كده, بتاخد غفوة قيلولة, تمام؟ ناب ده معنى ناب, لما تحس انها تعبانة. يبقى تيكس استعملها في المضارع البسيط لان هي بتتكلم عن عادة. السفينة العملاقة او الجاينت كونتينر شيب ووز فلوتد, تم تعويمها. فاكرين انتوا السفينة اللي كانت تسدد قناة السويس ومنعت الملاحة, تم تعويمها, يبقى ووز فلوتد. وجملة هنا برضو مبني للمجهول لان مش هي اللي عامت بنفسها. الجملة دي بيقول له ما ينفعش تركن هنا, مش مسموح, يبقى على طول حاجة مش مسموحة على طول هختار mustn't. A nurse is a hard working person. طيب عندك ادي person هو عاقل وعندك is احنا قلنا من شوية, يبقى هختار هو. الجملة اللي بعد كده بتقول you use your phone while you are driving. قاعدة وقانون انك ممنوع تستعمل التليفون وانت بتسوق, فمدام ممنوع يبقى mustn't. خلاص كده احفظها بقى. هنا بيقول اف سامية, ودايما لما يجوم لك جملة اف تبص الناحية التانية, فبيقول لك will go يعني مستقبله, يبقى الجزء الاولاني هيكون مضارع بسيط, يبقى اف سامية passes لو نجحت. the teacher asked, سأل. خد بالك في المباشر والغير مباشر, اهو سأل, يبقى على طول the students had understand the explanation. لو الطلبة كانوا فهموا الشرح يبقى هنا ده سؤال بجد, يبقى whether قلناها من شوية. الأقصر هي المدينة, خد بالك مدينة مكان يعني وفعل, يبقى وانا مغمض اختار which, اوعى تقول لي where, ما ينفعش يجي بعد where فعل. How would you feel if you won the competition, طبعا won هنا تصريف تاني فعشان كده اخترت would. الجملة اللي بعد كده بيقول مايا the nurse that she was feeling ill. طيب يعني هي هنا اللي حاسه بالمرض, فاذا نفس هنا مفعول يبقى هنقول told. احنا قلنا من شويه ان احنا بنستعمل told لما يكون في بعديها مفعول, وسيد لما يكون في بعديها فاعل. الامرجنسي سيرفيس خدمه الطوارئ have arrived, وصلت. there must have been an accident, اكيد في حادثه. خد بالك الجمله هنا ماضي, الجمله هنا بيقول ده اكيد في ايه حادثه لانها وصلت خلاص, اوكي. فعشان كده استعملنا must have والتصريف التالت. I don't know where Lena is, أنا مش عارف لينا فين. She might have gone, احتمال تكون ذهبت للسبورت سنتر, المركز الرياضي. هو هنا بينصحك انك ما تاكلش كتير من الدهون, تمام كده, لو عايز تعيش حياة صحية فانت ممكن تاخد بالنصيحة وممكن لا, فهنا you shouldn't, ماشي. الجملة 33, احنا طبعا بنمشي بسرعة عشان احنا هنعمل عدد كبير من الجمل, فحضرتك كده ايه تستفيد معايا, ممكن تبطئ الفيديو, تعرفين الترس اللي فوق ده تبطئ بيه الفيديو او تسرعه, بس ما اعتقدش انك هتحتاج تسرع. هنا بيقول انت ممنوع تدخن في الاماكن العامة, خلاص انت حفظتها معايا كررتها لك كتير, يبقى mustn't. مش هتكون قادر انك تدخل النادي الا اذا لو كان معاك membership card عضوية, كارت عضوية. Unless, إذا لم أو إلا أو لو لم. I think he would be surprised, هيندهش if he read. طبعا احنا قلنا من شوية الحتة دي عرفنا منين ده تصريف تاني يا باشا, عشان مفيش اس. طبعا هو دايما بيجيبها مع هي أو شي لأنها من غير كده مع أي ضمير تاني فمش هقدر أعرف, لكن مع الهي والشي يا إما في اس فتبقى مضارع يا إما مفيش اس فتبقى ماضي. مفهومة يا شباب؟ لو انت رميت قطعة من الحجر في النهر اللي هيحصل طبعا تغرق على طول, ودي قاعدة ثابتة فدي حالة صفرية, يبقى اختار مضارع بسيط it sinks. بيقول انا لقيت الساعة الذهبية, I found the gold watch, الساعة الذهبية which I had lost, اللي كنت فقدتها الجمعة اللي فاتت. نقط you hit her car on purpose or by accident. طيب هي هنا hit ده فعل جامد, اوكي,
هيت هيت هيت. فممكن الجملة دي تكون مصدر، فأقول له did you، لأنه أكيد خلاص الحكاية دي حصلت، did you hit، هل أنت خبطت her car، العربية بتاعتها، عمدا، خد بالك كلمة on purpose يعني عمدا، or by accident، يبقى الإجابة هنا did، الإجابة did. أنا في النهاية كنت قادر على أني أجاوب الأسئلة when I had revised the lesson again. المفروض في دي مش واضحة عندك، معلش، had revised يعني رجعت الدرس مرة تانية، يبقى قدرت ان انا اجاوب على الاسئلة لما رجعت الدرس. الجزء اللي بعد كده having معروف ان دايما بيجي وراء تصريف تالت على طول، يبقى having received، having ايه؟ received. الا لو كانت الجملة مبني المجهول فساعتها هتستعمل been والتصريف التالت برضو، لكن هنا طبعا having received the good news. Have you sent the email، هو انت ارسلت الايميل. طيب خد بالك هو السؤال هنا في المضارع التام، لكن خد بالك ان الاجابة هنا قال له an hour ago، بعته من ساعة، الاجابة في الماضي البسيط، يبقى هنا sent. فهمت الحتة دي؟ اوعى حد يضحك عليك. انا قريت الرواية اللي انت كنت سلفتهاني، طب يبقى انت سلفتهاني الاول، يبقى هاد والتصريف التالت، لان دايما الماضي التام هو اللي فعل اللي حصل الاول. طبعا عندك فيديوهات على القناة لكل الازمنة لو انت عايز تراجع حاجة معينة من المنهج الترم التاني. As soon as I met my friend، اول ما قابلت صاحبي، وخد بالك لو لقيت بعد as soon as ماضي بسيط يبقى الفعل التاني برضو ماضي بسيط، I told him. اما لو لقيت بعدها الفعل الاولاني هنا ماضي تام، فالفعل الثاني هيبقى برضه ماضي بسيط، بس خد بالك بقى هنا يا اما ماضي تام يا اما ماضي بسيط. انا ما سبتش البيت until my friend had telephone، ده لما صاحبي اتصل بيا. هنا الجمله دي هتاخد مين افطر، لان عندنا هاد والتصريف الثالث وبعدين ماضي بسيط. هتفوتك المحاضره lecture، يعني محاضره، unless you come on time، الا لو جيت في وقتك. I would travel to Alexandria، هسافر اسكندريه بكره، if my car was repaired. خد بالك هنا الجملة مبني للمجهول في الماضي البسيط اهو، عشان هنا would يبقى لازم اختار ماضي بسيط بس باسف، عشان العربية مش هتصلح نفسها. If I were you، لو انا كنت مكانك، حالة تانية، I would behave in different way، كنت صرفت الطريقة مختلفة. Which mobile phone would you buy، انهي موبايل فون كنت هتشتريه if you had enough money، طبعا برضو حالة تانية. She not failed، can't have failed، she is absolutely delighted، يعني سعيدة للغاية. ازاي سقطت هنا؟ can't have معناها يستحيل. بالتأكيد he can't have finished his tea already، it was really hot، الشاي كان سخن جدا فلا يمكن يكون شربه بسرعة كده، تمام، شاي للوز بقى. طيب نادر must be cold، he isn't wearing، هنا الإجابة مش هتنفع must be، هتبقى can't be، أسف can't be، يستحيل يكون سقعان لأنه مش لابس جاكت. طبعا مثلا ده لو انت شايفه في صورة يعني، اوكي، او واقف بعيد عنك. I'm sure she must have been telling the truth، everyone said the same thing، انا متأكد انها قالت الحقيقة او كانت بتقول الحقيقة، لان الكل قال نفس الكلام اللي هي قالته، فهنا ده استنتاج مثبت، فعشان كده استعملت must have. I not have started it، sorry it have started raining، everyone put their umbrella، انت شايف مثلا صورة او ناس في الشارع من وراء الازاز كل واحد رافع الشمسية بتاعته، فبتقول دي اكيد بدأت تمطر لو انت مش شايف قطرات المطر يعني. سيجرت هنا يعني تفضل سيجارة، he said، فالتاني قال له no thanks، اشكرك. I said he not my cigarette، يبقى I said he offered me a cigarette، هو عرض عليا السيجاره، but I refused، لكن انا رفضت، يبقى هنا الاجابه سي، يبقى offer ده عرض لكن انا رفضت. 56 our car broke down again، عربيتنا اتعطلت تاني، it can't have repaired properly، تمام كده. طيب هي هنا لا يمكن تكون اتصلحت، فالاجابه السليمه هنا، خد بالك بقى من الحته دي، it can't have been repaired، يبقى دي الإجابة مش اللي متعلم عليها، ماشي. It can't have been repaired properly، لا يمكن تكون properly يعني بشكل سليم، لا يمكن تكون اتصلحت بشكل سليم، خد بالك إجابة السؤال ده هتكون B، can't have been repaired. ليه؟ لأن العربية مش هتصلح نفسها، تمام.
دي خطأ بسيط بس كده خد بالك منه وانت شغال. احمد اكيد سعيد لانه لسه فايز بالميدالية الذهبية بقى هنا ماست بي. الجملة اللي بعد كده بيقول I would be working in Italy، كنت هشتغل في ايطاليا لو كنت بتكلم ايطالي كويس، فهنا would، واختار سبوك عشان حالة تانية. You shouldn't waste your time، المفروض ما تضيعش وقتك او الكثير ما بتتفرج على التلفزيون. It's inadvisable. طبعا should معناها ممكن بتساوي كلمة لما استعمل should ممكن اقول بتساوي advisable يعني ينصح به. طبعا shouldn't هنا بقى in advisable لا ينصح به. لما تيجي تعمل سؤال بشود هتقول what should I do to keep healthy، ايه المفروض اعمله؟ انا عرفت ليه انها should عشان قال لي I advise you، انا بنصحك. سمير should rewrite، لازم يعيد كتابة الباراجراف to correct his mistakes عشان يصحح اخطاءه. مين كان بيساوي should يا جماعة؟ فاكرين ought to وفي النفي ought not to. كطبيب نصيحتي افضل نصيحة ليا او افضل نصيحة انصحها لك is that you ought not to eat a lot of sweets، ما تاكلش كتير من الحلويات. بيقول انا كنت منهك exhausted يعني منهك at the end of the exam، في نهاية الامتحان انا كنت عمال اكتب مقالتين لمدة تربو على او تزيد على الساعتين، يبقى have had been writing. طب ليه؟ عشان هنا ماضي فيبقى معاه ماضي. نقط until Jenna had got permission، خد بالك في قاعدة كان اسمها it wasn't until، فاكرينها؟ طيب خد بالك ان it wasn't until كان بيتربط ما بين الجملتين بكلمة ايه؟ ذات، عشان تعلمها في هنا ذات في النص اهي وبعديها ماضي بسيط. خلاص كده فاكرين؟ فاكرين it wasn't until؟ طيب اوعى تخطوها في didn't هنا تقول لي it didn't until، ما ينفعش طبعا. By the time كان دايما بيجي بعديها ماضي بسيط الاول اللي هو التصريف الثاني وبعدين ماضي تاني. خليك فاكر ان no sooner لما كان بتبدأ بيها الجملة كان بيجي دايما بعديها هات فاعل تصريف تالت. خد بالك ان no sooner برضو بيجي في النص الربط بكلمة زان. اما تلاقي I wish، اما تلاقي I wish ومعاها فاعل بعدها واشارة للماضي، خد بالك تاني I wish وفاعل بعديها واشارة للماضي، هتختار هاد والتصريف التالت. تمام كده؟ يبقى هنا hadn't eaten، يبقى ما كنت اكلت الاكل ده امبارح. I didn't go shopping، لم أذهب للتسوق لما until I had finished، يبقى أنا until وكرر كتير. بيقول إن هو كان غضبان جدا لما وصل للمحطة القطر كان غادر. خد بالك غضبان هنا بتقول إنه ملحقش القطر، يبقى هنا had left. No noise، مش عايزين دوشة لو سمحت. The patients، المرضى محتاجين rest، أنت لازم تبقى هادي، you must keep quiet. دي تقى، وخد بالك احنا قلنا لما نلاقي حرف جر وبنتكلم عن عاقل على طول بنروح للاختيار هوم. انا قابلت الدكتور اللي عربيته، يبقى هنا علاقة ملكية يبقى هوز. كلمة نيم هنا معناها اذكر اسم، اذكر اسم الممثل اللي لعب دور صلاح الدين. كلمة military area هنا يعني منطقة عسكرية، وانتوا عارفين في المناطق العسكرية ممنوع تاخد صور، يبقى مصد. عشان تحافظ على صحتك، اوكي، مش صحتك بقى، انت ممكن تموت يعني. فبيقول لك you must keep away from uncovered electric wires، يعني uncovered اللي هي عريانه، احنا بنقول سلك عريان ماشي مش مغطى، يعني الاسلاك العريانه لازم تبعد عنها والا هيجي لك صدمه كهربائيه، هنا must keep away. انت لازم تعمل او تمارس المزيد من الرياضة، عشان اختبر الشد ليه؟ عشان عندنا هنا advisable. لو شفت حادثة اتصل بالشرطة، طبعا هنا دي الحالة الاولى، مضارع بسيط والناحية التانية فعل امر مباشرة. الاستاذ جابر وعندنا فعل، يبقى وانا مغمض هختار هو، ما ينفعش هنا ذات عشان فيه كما. معبد الكارنك اللي فيه pillars، كلمة pillars يعني أعمدة، هنا علاقة ملكية المعبد الأعمدة دي بتاعته هو، فعشان كده خدنا هوز. جدي is a person، هو الشخص اللي يعرف كتير عن تاريخ الأسرة. أنا خلصت الرواية اللي فيها in which the main character، الشخصية الرئيسية هو طفل عنده 8 سنين. في الأول من أكتوبر، the first of October، الأول من أكتوبر، is the day when I was born، ده اليوم اللي أنا اتولدت فيه، يبقى أنا وين عشان عندنا زمن قبلها. طيب can you please repeat the name of the medicine،
ممكن تعد لي اسم الدواء. طبعا هنا المفروض غير عاقل دواء فهنستعمل ذات لان مفيش ويتش. آية وفعل يبقى هو. طالما عندنا عاقل وفعل احنا قلنا على طول بنختارهم. Please tell me all what happened. قول لي كل اللي حصل. فهنا اختار what. الإجابة what. نقط I told my friend. أنا أخبرت صاحبي ليه أنا ما رحتش أو ما خرجتش امبارح. Could you kindly, هل ممكن لو سمحت تخبرني where the manager is, أين يكون المدير؟ هنا شم النسيم ده يوم. ماشي. شم النسيم is a day. Marks. هنا فعل بقى. Marks يعني إذانا أو علامة على أو بيعلم بداية الربيع. فهنا عشان في فعل ما ينفعش نختار وين ونختار which. We will give a prize. هندي شركة, هندي جايزة للشركة اللي صادراتها. خد بالك company واكسبورتس. company يعني شركة واكسبورتس الصادرات. فهنا علاقة ملكية. هو تساءل inquired what I had been doing. وأول ما تلاقي asked inquired وأداة استفهام لازم تيجي فاعل وفعل. اوعى تقول لي had I. غلط خالص. I had. ماشي. He not if it remained cloudy we would stay at home. خد بالك هنا في خدعه كبيره قوي ان هو حاطط لك اف. ففي ناس على طول هتفتكر اسكت بس دي بيقول لك لو ظل الجو غائما هنقعد في البيت. يعني دي جمله خبريه تمام كده بس حاله من حالات اف. يبقى هو قال هي سيد. اوعى يضحك عليك. محدش يضحك عليك الا انا. My brother and I, انا واخويا, have a phone conversation. كان فينا, كان بيننا محادثه تليفونيه فيها ناقشنا خططنا. اعملوا ايه هو اخوه. هنشوف. It's not to take some rest, it's necessary. It is يبقى necessary هنا ما ينفعش must. طيب اللي بعد كده where should she go on holiday. هي هتروح فين في اجازة. Mother asked me. Mother asked me يبقى انا بدور هنا. مدام في asked يبقى يا عم يا اما هستعمل اداة استفهام يا اما if يا اما whether all the money. بس هنا مش why had I spent. هتقول لي if I had spent. تمام كده. هو انا ماما سألتني لو كنت صرفت كل الايه الفلوس. ماشي. تمام. طب ليه يا مستر ما قلتش why. عشان هنا قال why had I ما قالش I had. خدت بالك وانا لسه قايل لك من شوية اوعى تختار had I was I والكلام ده كله. يبقى فهمت ليه دي صح. I had spent. طيب هتقول لي الأخيرة بس الأخيرة معناها مش ماشي. أوكي. الجملة اللي بعد كده the teacher encouraged شجع الطلاب ان هم يشتغلوا أزواج يعني اتنين اتنين. هنا عندنا فراغين. آية said that would lend her car if I needed. يبقى she هنا فاعل ومفعول اللي هو me. فعشان كده دي الإجابة الصح. The general manager المدير العام declared. كلمة declared معناها أعلن إن هو هيدينا raise for our great offer. raise يعني علاوة. okay. زيادة في الأموال. المفروض raise R I S E هنا مش raise. دي raise دي معناها يزيد أو يرفع. وائل told me أخبرني. عشان هنا في مفعول وإحنا قلنا من شوية الكلام ده. دعاء straightened هددت. طب ايه ليه اخترت straightened. اصل خطيبها بيدخن وهي قالت له احنا هنفشكل break up with him. هتنهي علاقتها بيه الواد جاك ده لو ما بطلش لو ما بطلش يدخن يا جماعه. if he didn't stop smoking. نمكش شويه. acid she had not visited her aunt. خد بالك هاد والتصريف الثالث يبقى انا هختار مين. فاكرين الجدول بتاع الباسيف بتاع الريبورتد سبيتش. في عندكم فيديو جميل قوي بيتكلم عن شرح الريبورتد سبيتش ممكن ترجع له بين ذا بريفيوس داي في اليوم السابق. احنا ما شاء الله عملنا 100 جمله اهو احنا سايبين ايدينا وبسرعه. if he not thirsty he would have drunk. خد بالك would وهاف وتصريف ثالث يبقى انت هتختار هاد تصريف ثالث برضو. لو كان عطشان. طب ليه مش هاد اصل دي ملكيه. لا هنا لو كان هو عطشان كانش. you not revise for the exam it's my advice. طالما advise يبقى شوت. your lesson خد بالك your lessons دروسك لازم تتراجع هنا مبني للمجهول should be revised. it's not you should مدام you should يبقى advisable قلناها فوق تنساش. I would have closed the window if it
نقط cold if it had been cold، لو كان الجو ساقع. would have والتصريف التالت، if يبقى حالة تالتة على طول. I نقط you all about it if you had time، خد بالك had time يبقى حالة تانية عشان ده ماضي بسيط، يبقى would tell you. what did you have to do، ايه اللي المفروض ان انت تعمله، ايه اللي كان المفروض تعمله قبل ما تيجي المدرسة امبارح. خد بالك هنا ده بديل اف، بديل اف لما تلاقي عندك حالة تانية، حالة ايه تانية. وهنا الجملة محتاجة شيء بيتكلم عن الملكية، had I his address، لو كان معايا عنوانه كنت زرته. هنا بيقول but for، يعني لو ده من بدائل الاف اللي بيجي بعدها اسماء. but for water all people would die، لولا المية كان كل الناس توفت ماتت. احمد is really nice person، احمد شخص لطيف، انت لازم تقابله. هنا طبعا دي دعوة قوية، you must meet him، انت لازم تقابله، مش الزام يعني. هو انت ليه صحيت بدري، هو ليه صحي بدري. he not get up so early، he could have stayed in bed longer. needn't have، needn't have دي والتصريف الثالث، خد بالك needn't have والتصريف الثالث بنستعملها لما تكون عملت حاجة انت مش مضطر لانك تعملها، بس انت عملتها. هو صحي بدري وهو ما كانش مضطر انه يعمل كده. It's forbidden يعني ممنوع، يبقى أكيد مدام ممنوع قلنا خلاص وحفظت معايا ممنوع، يبقى mustn't. You missed a great party، أنت فاتتك حفلة رائعة last night، كان لازم تيجي. خد بالك احنا قلنا قبل كده واحنا بنشرح ان should have والتصريف التالت شيء كان لازم تعمله بس انت ما عملتوش، يبقى هنا should have come. It's against the law، ضد القانون. خلاص انت مش محتاج تفكر بقى، you mustn't break traffic signs. برضو no smoking، ممنوع تدخن. you not smoke here، يبقى mustn't. you aren't allowed to park here، مش مسموح لك انك تركن هنا، mustn't. تمام كده. you not to walk too much in the sun، طيب ينفع استعمل shouldn't؟ لا طبعا عشان في to، يبقى هنا ought not to. it's a، وفي ناس بتتلخبط في الحتة دي، في حاجة اسمها a must. يعني ايه a must؟ يعني ضرورة. it's a must to turn right، انها ضرورة ان انك تلف يمين. اللي بعد كده you shouldn't go outside it's raining، انت ممنوع تخرج او بنصحك انك بتخرجش لانها بتمطر. برضو هنا نصيحة، فهنا بنصحه انه ما تفرجش على التلفزيون كتير، ف shouldn't. هنا كان بيتكلم عن شيء كان لازم يعمله امبارح، هلا had to go to hospital yesterday، كان لازم تروح هنا من المستشفى امبارح لانها كانت مريضة. رجعنا تاني، it's one way street، يعني طريق اتجاه واحد، فانت ممنوع تمشي في الاتجاه ده. she not that she was living with her family، خد بالك بقى ادي ذات ودي فاعل، يبقى هنا ما ينفعش تولد، يبقى اختار ست. تمام، ما شاء الله داخلين على الجملة 125 وعكون زهق. احمد قال ان علي عمره ما راح اسوان، يبقى هنا ست عشان بعدها فاعل. هي اخبرت الشرطة ان هير بروفز الكيس الفلوس بتاعها اتسرق، طبعا خد بالك ماضي تام، يبقى ذا داي بيفور. علي told me that he was dying، عشان at that moment، خد بالك اول ما تلاقي at that moment يبقى ماضي مستمر، في جملة محولة من مباشر لغير مباشر. she not better leave now if she wants to catch the train، had better، يبقى هنا had better ده على بعضها تبقى حفظها، بيجي بعدها مصدر had better. لو انت رميت حجر على طول هيكسر الشباك، تمام كده. if you throw a stone he will break the window. اللي بعدها حقيقة، if ice is heated، اوعي الضحك عليك ب is heated. is heated دي مضارع بسيط present simple بس في الباسف، لو التلج اتسخن طبعا it melts، يبقى هنا برضو مضارع بسيط. I wouldn't get so angry، ما كنتش هغضب جدا منك. if you got more work done، لو كنت عملت المزيد من العمل، لكن هو كسلان شوية. خلاص بقى حفظنا if he read، يبقى دي ماضي بسيط، يبقى على طول الناحية التانية would، وطبعا مش هقول لك تاني بقى ليه ماضي بسيط، خلاص انت حفظت لان ما فيش اس، قلت لك اهو. if I make some coffee، اوكي لو عملت لك شوية قهوة، will you eat this cake؟ تقريبا ماما عمل الكيكه كده وحشه وبتاع، فبتقول لبابا طب هعمل لك جنبها قهوه من اللي بتحبها عشان يعني ايه تمشي حال الكيكه يعني. طيب لو انت خلطت احمر وابيض هيدوك لون بينك، دي حقيقه، فعشان كده استعملنا جيت، يبقى حاله صفريه.
لو ما دفعتش الغرامة، كلمة فاين هنا معناها غرامة، ممكن تخش السجن، may go to prison، هنا may مكان will، احتمال يعني. الجملة دي الناس ممكن تتلخبط فيها، بيقول if I had written works، خد بالك كلمة works دي معناها أعمال، وwritten هنا معناها تحريرية، يعني لو كان عندي أعمال تحريرية يبقى هنا اصلا دي مش هدو التصريف الثالث. هو صح التصريف الثالث ده، بس هنا ده اسم مفعول، يعني لو كان عندي اعمال تحريريه كنت نشرتها، I would publish it at once. زي الاعمال كده الادبيه المكتوبه لاي حد يعني. Where I ده بديل من بدائل اف في الحاله الثانيه، لو انا كنت موفي ستار نجم سينمائي كنت عملت كذا كذا. Had he proper plan، لو كان عنده خطة سليمة برضو دي بديل من بدائل F في الحالة التانية، he wouldn't waste his time، ما كانش ضيع وقته. طبعا هاد ممكن تيجي بديل ل F في الحالة التانية، وممكن تيجي بديل ل F في الحالة التالتة زي الجملة اللي جاية دي. Had I thought of the right words، لو كنت فكرت في الكلمات السليمة، I would have told him، طبعا خد بالك عشان would have told him اختارنا دي. Provided أو provided that بتحل محل F زيها بالظبط كده، وبتبقى بديل لإف، ممكن أقول provided أو providing that. Provided he finishes his studies، لو كان أنهى دراسته، he will find an excellent job، كان هيلاقي وظيفة ممتازة. لما تلاقي فاعل to المصدر وحالة تانية يبقى أنت على طول هتختار where، هتختار إيه؟ where، يبقى الإجابة هنا where عشان مش واضحة عندك. الفعل ده معناه تخيل، imagine ان انت كنت عايش بجوار البحر كنت هتعمل ايه. without معناها بدون، وبيجي بعديها اسم او ضمير، واحيانا فعل عليه ing، ودي احد بدائل f. without him I wouldn't have been able to survive، يعني اظل على قيد الحياة، بدونه ما كنتش هقدر اعيش، انقذ حياته يعني. قبل ما علي يروح كندا في الشتاء، هو كان عمره ما شاف الجليد، had never seen، طبعا خد بالك هنا before بعدها ماضي بسيط وبعدين ماضي تام. آية اتفرجت على التلفزيون after، القاعدة دي كتير جدا بتطلعوا تتلخبط فيها، اما بلاقيش فاعل بعد after اختار فاعل عليه ing. قلت لك من شوية اما بتلاقي تصريف تالت في الاول يبقى انت هتختار having او having been. طيب ايه الحكاية؟ خد بالك ان بعد الكومة هنا جه المفعول، يعني الجملة دي مبني للمجهول، مبني لايه؟ للمجهول. لما تلاقي المفعول بعد الكومة هنا بقى جملة تانية، يبقى الجملة الاولانية دي كانت مبني للمجهول، يبقى having been repaired، بعد ما تم اصلاحها العربية كانت تبدو كأنها جديدة. خد بالك من جملة 146 هنا اخترنا having been ليه؟ عشان الجملة دي بأسف زي ما قلت لك بتاخد بالك ان الاوبجكت المفعول يعني جه بعد الكومة. طيب بص للجملة دي، هختار نو سونر ولا هاردلي؟ انا عندي في النص وين، فكده هختار هاردلي. لو كان هنا زين كنت هختار نو سونر، وطبعا جينا هاد فاعل تصريف تالت، يبقى هنا اخترنا هاردلي عشان فيه وين، اوعى تنسى. وصلنا للجملة 148، ما تزهقش كمل معايا. باي وتاريخ ماضي، يبقى هختار هاد والتصريف التالت. افطر على طول لما بتلاقيها، يبقى هاد تصريف تالت. No sooner هحط ايه في النص قلناها كتير، يبقى زين، ممتاز. طيب هو انا ينفع until كمان اختار بعدها ing؟ قال لي عشان مفيش فاعل اهو، until جت ومفيش جه بعدها فاعل، فاخترت reading. My clothes were dirty، ملابسي كانت نظيفة، لان انا كنت بصلح العربية، I had been repairing the car all morning، طول النهار كان عمال يصلح عربيته. الجملة دي خطيرة قوي يا جماعة، خطيرة جدا 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 جدا. بص كده بعد عن تلك كاتب have finished، بس كتير من الطلبة بيجي لهم عمى حيسي ويشوفوا have دي على انها had. صدقني والله ده بيحصل، فخد بالك ان هنا have يعني جملة مضارع، او يكون جايب لك مضارع بسيط، فقبلها انت هتختار ايه يا جميل؟ هتختار مستقبل، won't leave، يعني انا مش هغادر المكتب الا لما اكون خلصت كل شغلي، خد بالك من الحتة دي. يبقى هنا won't leave مش didn't leave. نصنا لما نبدأ بيها الجملة، طبعا had we heard على طول، كرر كتير، انا عمال اكرر معاك اهو، الدنيا جميلة. هنا بيقول انا جاوبت الاسئلة بمجرد ما قريتها بعناية، ما كنتش قادر اتصل بصاحبي لان انا سبت التليفون بتاعي في البيت. نادية قالت ان هي اكلت كتير من الحلويات، يبقى هنا جملة خبرية فهنختار that. أحمد told me that he had been to Alexandria، خد بالك عندنا زويك before، فهنا نختار had والتصريف التالت.
اخويا قال ان هو كان في اجازه, was going on holiday the following day the following week. يبقى was going ماشي, يعني لانه هنا كان شيء مخطط له, فكان اصلها مضارع مستمر وتحولت لماضي مستمر. علي said that he had been tired, كان تعبان, خد بالك عشان the day before. He said that the ocean is, طب انت ما غيرتش ليه ده في سد, لا ما دي قاعده ثابته ان المحيطات اعمق من البحار, فدي حقيقه علميه فعشان كده تفضل is. عفوا, the farmer said that they were using organic fertilizers. ليه اخترنا were using؟ عشان في كلمه زن, اول ما تلاقي زن فهتختار يا was يا were فعل عليه ing. طبعا هنا ما ينفعش was عشان زي. A teacher, المدرس بتاعنا قال he is ready to help all the pupils. طب خد بالك ان هو قال says, بيقول مضارع, يبقى مش هحاول الزمن. وبرضه لما الاقي كلمه just now دي مش هحاول الزمن, يبقى he's going to buy. It was the most beautiful painting. خد بالك قال هنا was, يبقى هنا هقول had ever seen, لكن لو قال is كنت هقول have ever seen, يبقى هنا عشان في was فاخترنا had. They train hard before the athletic competition. They had not trained hard. The athletic competition, المسابقة الرياضية, took place, تحدث يعني طبعا احنا عارفين ان before بيجي قبلها ماضي تام, يعني had والتصريف التالت, فهيبقى عندنا had. اوكي, عارفين طبعا had دي الاولانية بتاعت الماضي التام, وهاد هي التصريف التالت من have to. تمام كده, يعني هم كانوا مطمئنين ان هم يتمرنوا قبل الايه المسابقة. He just said that he is hungry. لسه قايل حالا ان هو جعان, فاكيد لسه الحاله ما اتغيرتش. Where are you? لو انا كنت مكانك, I wouldn't travel by car. مش هسافر بالعربيه, سافر مثلا بالايه بالقطر, رايح اسوان او حته بعيد. When he saw me he not changed his way to avoid me. لما شافني غير سكته. هتلاحظ ان الفعلين هنا بعد وين في الماضي البسيط, اول ما شافني غير سكته, الجملتين ماضي بسيط. Could you tell me why? ممكن تقول لي ليه؟ You went, وانا قلت لك اول ما الجمله تكون عندنا هنا محوله هستعمل فاعل وفعل. To the hospital yesterday, قول لي انت رحت المستشفى. كده اكون غطيت لك كل قواعد الجرامر فعل من ساعه لربع بالظبط في 37 دقيقه. اتمنى منكم الدعاء وشير للفيديو, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ونشوفكم السنة الجاية بإذن الله على خير.